بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، حياكم الله جميعا في برنامجنا الذي يتجدد معكم فرحة عند فطره. نريد أن نتناول اليوم افرح بإيمانك. الإيمان كما تعلمون أيها الأحبة الأكارم مرتبة من مراتب هذا الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وهكذا. وعندما نجد أنفسنا مسلمين، هذا لا يعني أنه انتهت المسألة. احنا نحتاج أن ننتقل من كوننا مسلمين إلى كوننا مؤمنين. هسه يقول لي واحد: والله آني أريد أظل بس مسلم، مو شرط إلا مؤمن ومدري إيش وكذا. أقول له: أخي الحبيب الطيب الله يحفظك، يعني هسه أنت دحق على نفسك في مراتب الدنيا، تحاول دائما ترتقي للأفضل والأحسن وما إلى ذلك بكل المجالات. ليش سبحان الله مجال ديننا ماخذين المسألة إذا جازت العبارة بتواضع زايد؟ لا، الحقيقة الفرح بالإيمان. الإسلام طيب وهو مرتبة طيبة وما علي أي كلام، لكن ينبغي أن ننتقل من كوننا مسلمين فحسب إلى كوننا مؤمنين وإيمان حقيقي، لأن هذا هو اللي يوصلنا الراحة النفسية اللي إحنا بأمس الحاجة إلها. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إحنا شريد؟ احنا نريد حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا الإيمان أخي الحبيب يحولنا إلى حياة طيبة وإلى أجر وثواب. لكن خلينا نعرف يعني شلون يكون هذا الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم يعني لفظة الجلالة الله لها وقع في القلب، هذا في قلب المؤمن. يمكن تدحق على كثير من الناس تقول له الله أو ما تقول له، يشوفها ما إلها تأثير، مع أنها كانت تؤثر حتى في نفوس غير المؤمنين لعظمة هذه الكلمة ومكانتها ومنزلتها. وأنا من هنا أوجه رسالة صغيرون لبعض الناس اللي نسأل الله العافية، أعاذنا الله وإياكم حقيقة من شنيع أفعالهم، من الذين يتطاولون على الذات الإلهية. يا أخي، تب إلى الله عز وجل وعد إلى ربك واستغفر واترك هذه الكبيرة التي لا تغتفر حقيقة إلا بتوبة صادقة خالصة وأوبة ورجوع إلى الله عز وجل. المهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم هؤلاء؟ الذين يقيمون الصلاة. قال: والله أنا أصلي. طيب، ما أريد أقف عند شلون أصلي وما أصلي، لكن يقيم الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ها، ينفقون؟ ايه، لعش عبالك، خاف عبالك ضامة فليساتك بجيبك والصفط ورق ودفاتر وخابصني بهالكم ركعة رايح وجاي على المسجد وشوف الفقراء وشوف الجوعانين وشوف مشاريع الخير وكأن الأمر ولا يعنيك. ولا والله، الله ينطيك الصحة والعافية، قالوا عمرة مدري شنه ركضت، قالوا حج مدري إيش وحج غير حج الفريضة، ولا حج الفريضة احنا ما نتكلم عليه، وركضت وتركت. شقد أكو ناس مرضى وشقد أكو ناس جوعانين وشقد أكو ناس محتاجين. إذا ردت تأخذهم على مستوى هذا البلد فهم كثر، وإذا ردت تأخذهم على مستوى المسلمين جميعا فهم أيضا كثر. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف هذا التأكيد،
أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذا اللي يحتاج الإنسان في حياته، أنا ما أشوف إنسان يحتاج أكثر من هذا، أن تكون مرزوق برزق كريم، وأن يكون لك المغفرة من الذنوب، والحياة الطيبة في الدنيا تحققت كلها بإيش؟ بالإيمان بالله عز وجل، وبالتالي خلصت من كل الهموم. وهذا إحنا ما نطمح له من خلال برنامجنا ومن خلال كوننا مسلمين. أنا أحبك لوجه الله تعالى، وأنت يفترض أيضا تحبني لوجه الله تعالى، وحصلنا على السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إيه نعم أختي، الحياء شعبة من الإيمان، مو عبالكم والله طالع بكيفها وهذا كذا وذاك يصيح والآخر وكذا. الحياء شعبة من الإيمان، علينا جميعا أن نهتم بها. خلي يسمعون أبنائنا، وخلي يسمعون بناتنا، وخلي يسمعون كبارنا وشيابنا وعجائزنا، أن الحياء كله خير وهو من الإيمان. وعندما أقول الحياء فأنا ما أقصد الخجل، يعني مو قاعد بالبيت ما تقدر تروح تسلم على مريض يا بليش قال والله استحي. لا يا حبيبي، أنت هنا تخجل مو تستحي، لأن الحياء كله خير. هذا خجل، الخجل مذموم، هذا اللي يمنعك من أفعال الخير أن تطلع عليها وتروح وتجي أو تسلم على العزيز والقريب. فأنت هنا تخجل، لا تخلط ما بين الخجل والحياء. الخجل مذموم والحياء محمود. فالإيمان اللي احنا بصدده واللي نبحث عن الفرحة من خلاله، هذا الإيمان يسد كل مصادر الهم، كل مصادر الهم يسدها. زين تقول لي هي شنو مصادر الهم؟ أقول لك خوش، واحدة من مصادر هذا الهم هي شنو؟ هي الرزق. أغلب الناس هامهم الرزق، شلون يأكل، شلون يشرب، شلون يدفع إيجار، زين جاء الشهر لو بعد، جاء الراتب لو لا، خابر جماعة البطاقة الذكية، نزل الراتب لو ما نزل، أشو تأخر وكذا. هم، وهم موجود وحقيقي. نقول وبالله التوفيق، إذا وصل عند المسلم الإيمان الحقيقي بالله عز وجل أن الله هو الرازق، وأنه ما كان لك ليكون لغيرك، راح تطمئن، راح تشوف أنك جوع ما راح تجوع، عطش ما راح تعطش، ملابسك ما راح تتعرى منه، لأنه أرزاق بيد الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى، شوف مثلا قضية الأجل، تلقى واحد خايف من الموت. أنا عجبني مرة واحد بالمناسبة، كان الرجل يعني ما أعرف هذا في زمن المعارك القديمة على مستوى حرب العراق وإيران أو ما شابه، ما أعرف في معركة من المعارك، يقول والله أنا كنت أريد أروح لكن ما كنت خايف من الموت، خايف لا يقتلني الخوف. يعني مو بس خايف من الموت، الخوف اللي من الموت خايف لا يخلص علي. فهذا نقول أيضا هم موجود، لكن إذا آمنا بالله عز وجل أنه رب بيده مقاليد الأمور، أعمارنا بإيده، اطمأنينا من قضية العمر، اللي يطلع اللي يروح اللي يعبر شارع اللي كذا، أرزاقنا بإيده، اطمأنينا من قضية الرزق، النفع الضرر، الأبناء وجودهم وعدم وجودهم، يأخذهم الله تبارك وتعالى يخليهم. كل هذه المسائل تختم بإيماننا بالله عز وجل. شوف بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه كان يعذب ويحتمل العذاب، فلما يقولوا له شلون تتحمل هذا العذاب، يقول مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان، فتحمل مرارة العذاب. نقول وبالله التوفيق، كما قال الشاعر: يا صاحب الهم
إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن صانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وافرح بإيمانك.